بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث من التعليم الفني، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الفيزياء. درسنا في الفصل الدراسي الأول الكهربية الاستاتيكية والكهربية الديناميكية وجزء من التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي. النهاردة بإذن الله هناخد مراجعة عامة على الجزء اللي احنا درسناه. أول سؤال عندي بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. واحد، تقاس المقاومة النوعية لموصل بي الفولت النيوتن أوم في متر. طيب أنا عشان أجاوب السؤال دوت لازم أعرف الوحدات بتاعة اللي ادهالي اللي هي ما بين الأقواس دي تسمى وحدات. الوحدات دي بتاعت إيه؟ لو بصيت الأول على النيوتن ألاقي النيوتن دي بتقيس القوة. أبص على الاختيار الثاني اللي هو الفولت، ده بيقيس فرق الجهد أو القوة الدفعة الكهربية. يبقى معايا الأوم في متر. الأوم في متر هو وحدة قياس المقاومة النوعية. يبقى إذن الإجابة عندي هي أوم في متر. طيب لو أنا غير في السؤال وقال لي تقاس المقاومة الكهربية لموصل بي، يعني بدل ما يقول لي المقاومة النوعية قال لي المقاومة الكهربية، طيب هتقاس المقاومة الكهربائية بإيه ساعتها؟ هقول بالأوم. يبقى إذن في حاجة عندي اسمها مقاومة كهربية، في حاجة اسمها مقاومة نوعية. المقاومة الكهربية وحدتها الأوم، لكن المقاومة النوعية وحدتها أوم في متر. خلي بالي إن في نوعين من أنواع المقاومة بنتكلم عنها في المنهج. في مقاومة كهربية ودي وحدتها اسمها الأوم، لكن في مقاومة تانية اسمها المقاومة النوعية ووحدتها الأوم في متر. طيب السؤال التاني معايا بيقول ايه؟ عندما تقل المسافة بين لوحي مكثف كهربي فإن السعة الكهربية لهذا المكثف تظل ثابتة أو تقل أو تزداد. هنا بيسأل لما تقل المسافة بين لوحي المكثف السعة هيحصل لها ايه؟ عشان أقدر أحدد العلاقة أو الإجابة الصحيحة في الثلاثة لازم أدرس العلاقة ما بين المسافة وبين سعة المكثف. يعني لازم اعرف ان كانت هي علاقة طردية او علاقة عكسية. احنا من القانون اللي خدناه بتاع السعة سي بتساوي 1 على 4 باي في ميو اي على دي، عرفنا ان المسافة بين اللوحين بتتناسب عكسيا مع السعة. يبقى اذا عندما تقل المسافة هتزداد السعة. يبقى الاجابة عندي هي تزداد. السؤال الثالث بيقول عندي تكون محصلة كثافة الفيض عند نقطة التعادل أكبر ما يمكن أقل ما يمكن صفر. أما أجي أسأل هو هنا بيسأل على كثافة الفيض. كثافة الفيض عند نقطة التعادل، أبص أنا عند نقطة التعادل، نقطة التعادل كثافة الفيض عندها بتساوي صفر. ليه بتساوي صفر؟ لأن نقطة التعادل لما أجي أشوف التعريف بتاعها هي النقطة التي ينعدم فيها شدة المجال الكهربي، وطالما ان هو هينعدم فيها شدة المجال الكهربي يبقى مفيش مجال كهربي يولد مجال مغناطيسي، لان احنا اتفقنا في الفصل الثالث اللي هو التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي ان انا عندي طالما ان في تيار كهربي في مجال مغناطيسي هينشأ عنه، لكن لو مفيش مجال كهربي مفيش مجال مغناطيسي ينشأ عنه، فنقطة التعادل بينعدم فيها شدة المجال الكهربي، وطالما ان هنعدم فيها شدة المجال الكهربي يبقى اذا كثافة الفيض هتساوي صفر. السؤال اللي بعد كده رقم 4، الجهاز المستخدم لمعرفة الحالة الكهربائية لجسم هو كشاف الكهربي الاميتر الفولتاميتر. انا مديني 3 اجابات، كشاف الكهربي الاميتر الفولتاميتر. عشان اخد الاجابات بتاعتهم انا عارف ان الفولتميتر ده جهاز بيستخدم في قياس فرق الجهد والقوة الدافعة الكهربية. الاميتر بيستخدم في قياس شدة التيار. يبقى اذا اللي بيستخدم في الكشف عن الحالة الكهربائية لجسم هو الكشاف الكهربي. وعارفين ان الكشاف الكهربي ليه فايدتين. اول حاجة التعرف على الحالة الكهربائية لجسم اذا كان مشحون او غير مشحون، والحاجة التانية او الاستخدام التاني للكشاف الكهربي هو معرفة نوع الشحنة الموجودة على الجسم. يبقى اذا الاجابة اللي عندي هي الكشاف الكهربي. السؤال اللي بعد كده
جميع ما يلي من العوامل التي تتوقف عليها كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة بجوار سلك مستقيم ما عدا طول السلك، شدة التيار، بعد النقطة عن السلك. لو أنا بصيت على السؤال بيقول لك جميع ما يلي من العوامل، تمام، بس في آخر السؤال هلاقي كلمة ما عدا. لو ما ادانيش ما عدا يبقى هو عايز العوامل فعلا اللي بيتوقف عليها كثافة الفيض اللي بينشأ في سلك، لكن كلمة ما عدا معناها ان انا هنقي اللي مش من العوامل. يبقى اذا لو كانت ما عدا مش موجودة هنقول العوامل ايه هي وننقي، لكن هنا كلمة ما عدا يبقى اذا لا، انا عايز الحاجة اللي موجودة، هي حاجة واحدة بس موجودة من التلاتة مش من ضمن العوامل اللي بتوقف عليها كثافة الفيض المغناطيسي بجوار سلك مستقيم. طيب ابص على التلات اجابات اللي موجودين عندي، هلاقي منهم إجابة شدة التيار، ومنهم إجابة بعد النقطة عن السلك وطول السلك. أنا لما أجي أبص على كثافة الفيض عند نقطة بجوار سلك مستقيم يمر بيه تيار كهربي، أبص للعوامل بتاعته. العوامل بتاعته هلاقيها من القانون، القانون بيقول بيتا بتساوي ميو على 2 باي في اي على دي. ميو على 2 باي ده مقدار ثابت، الاي على دي هي دي العوامل اللي عندي، الاي اللي هي شدة التيار ودي اللي هي بعد النقطة عن السلك. يبقى إذا شدة التيار وبعد النقطة عن السلك من العوامل اللي بيتوقف عليها كثافة الفيض في سلك مستقيم يمر به تيار كهرب. يبقى الحاجة الوحيدة اللي مش موجودة عندي وتعتبر هي الإجابة الصحيحة لأنها مش من العوامل عشان طلب ما عدا في الآخر هي طول السلك. رقم 6 عندي، عند توصيل عدة مقاومات متماثلة عددها N وقيمة كل منها R على التوازي، فإن المقاومة الكلية أو المقاومة المكافئة تكون R ولا N في R ولا R على N؟ لو أنا بصيت هو هنا قال لك توصيل عدة مقاومات قيمة كل منها R، يعني كلهم شبه بعض، يبقى إذن القيمة بتاعت أي واحدة فيهم R عددهم N، ولكن طريقة التوصيل اللي قالها هل توالي ولا توازي؟ هو هنا طلب التوازي. في حالة توصيل عدة مقاومات متساوية على التوازي، المقاومة المكافئة أو المقاومة الكلية بتاعتهم بتساوي قيمة أحد المكثفات أو قيمة أحد المقاومات على عددها، قيمة أحد المقاومات على عددها. طيب احنا قلنا قيمة المقاومة ايه؟ R، عددها N، يبقى الإجابة الصحيحة عندي R على N. يبقى الإجابة الصحيحة هي R على N. طيب R و N اللي موجودة، R و N اللي موجودة، R اللي هي قيمة المقاومة، R اللي هي قيمة المقاومة، R N أو N R دي لما يقول لك عدة مقاومات متساوية متصلة على التوازي. يبقى لو قال عدة مقاومات متصلة على التوازي بقول R على N. طب لو قال لي على التوالي تبقى N في R اللي هي قيمة أحد المقاومات في عددها. يبقى الإجابة قلنا في حالة التوازي زي ما موجودة قصادكم R على N، لكن لو غير كلمة توازي وقال كلمة توالي يبقى أنا هختار N في R. رقم 7، وحدة قياس كثافة الفيض المغناطيسي ويبر ولا ويبر لكل متر ولا ويبر لكل متر مربع. هو طلب وحدة قياس كثافة الفيض المغناطيسي. وحدة كثافة الفيض المغناطيسي كلنا عارفينها تسلا. طيب ايه بقى ويبر وويبر لكل متر وويبر لكل متر مربع؟ من تعريف كثافة الفيض المغناطيسي هو العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي التي تمر في مساحة معينة. يبقى اذا لو انا عايز اجيب كثافة الفيض من القانون يبقى البيتا بتساوي فاي على ايه؟ فاي اللي هي الفيض المغناطيسي اللي وحدته الويبر على المساحة اللي وحدتها متر تربيع. يبقى الإجابة الصحيحة اللي عندي ويبر لكل متر مربع. يبقى الإجابة الصحيحة اللي عندي ويبر لكل متر مربع. طيب لو غير في السؤال شال كلمة واحدة بس، قال لك وحدة قياس الفيض المغناطيسي، شال كلمة كثافة، يبقى كده الإجابة هتتغير لأن الفيض المغناطيسي غير كثافة الفيض المغناطيسي. فلما يجي لو شال كلمة كثافة وكتب لك وحدة قياس الفيض المغناطيسي مباشرة هتبقى الإجابة ويبر. يبقى الفيض وحدته هي الويبر،
لكن كثافة الفيض المغناطيسي هي الويبر لكل متر مربع. رقم 8 في الاختيار عند توصيل عدة مكثفات على التوازي، تكون قيمة أو تكون الساعة الكلية ليهم تساوي ساعة أحدهم ولا تساوي مجموع ساعاتهم ولا أقل من ساعة أحد. أنا عندي توصيل المكثفات خدناها إن في توصيل توازي وفي توصيل توالي. طيب عشان أجاوب على السؤال ده لازم أكون عارف القانون بتاع توصيل التوازي وتوصيل التوالي في حالة المكثفات. الساعة الكلية أو الساعة المكافأة في حالة التوصيل على التوازي سي بتساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة. طيب في حالة التوالي واحد على سي بتساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي تلاتة. هو هنا طلب التوازي. التوازي اللي هي سي بتساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة. يبقى قلنا السي ديت اللي هي السعة الكلية، لكن سي واحد هي سعة المكثف الأول، سي اتنين هي سعة المكثف الثاني، سي تلاتة هي سعة المكثف الثالث. يبقى اذا بقول ما بينهم زائد، يبقى اذا السعة هنا الكلية هتساوي مجموع ساعات المكثفات او مجموع ساعاتهم. يبقى الاجابة عندي تساوي مجموع ساعاتهم من القانون سي بتساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة. لو انا عندي اي عدد من المكثفات وعايز اجيب الساعة الكلية بتاعتهم اجمعهم كلهم على بعض. السؤال اللي بعد كده، مقاومتان كهربيتان لهما نفس القيمة عند توصيلهما على التوازي كانت المقاومة المكافأة لهما 9 اوم، فإن قيمة كل مقاومة كام اوم؟ 81 18 1.5. قال لك انا عندي مقاومتين متساويين في القيمة، المقاومة المكافأة بتاعتهم 9 اوم، يبقى قيمة كل واحدة كام؟ هطبق القانون بتاع توصيل المقاومات على التوازي. طب بيقول ايه القانون ده؟ ان واحد على ار سوى واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين. يبقى اذا هطبق قانون توصيل المقاومات على التوازي، واحد على ار سوى واحد على ار واحد زائد واحد على ار اتنين. هو ما ادانيش ار واحد وار اتنين ولكن قال لي ان هما متساويين، يبقى عندي اللي موجودة عندي اللي هي الار الكلية او الار المكافأة اللي هي بتسعة. يبقى كاني وانا بحل دي كانها مساله مبسطه، فبقول واحد على تسعة بتساوي واحد على ار زائد واحد على ار، يعني كان الواحد على تسعة بتساوي اتنين على ار. هعمل طريقه المص هيطلع لي ان الار بتساوي اتنين في تسعة. اتنين في تسعة بكام؟ ب 18. يبقى الاجابه الصحيحه عندي هي 18. يبقى عند توصيل مقاومتان متساويتان على التوازي كانت المقاومة المكافأة ليهم 9، يبقى إذا قيمة كل واحدة فيهم 18. لو قال لي المقاومتين متصلتين على التوالي هيبقى القانون اللي أنا هستخدمه مش واحد على R، هستخدم القانون اللي هو R بتساوي R1 زائد R2. لو أنا بصيت ومديني المقاومة الكلية 9، لو أنا قال لك الاتنين على التوالي يبقى قيمة كل واحدة فيهم 4.5، لكن هنا قال على التوازي يبقى قيمة كل واحدة فيهم 18 من قانون التوازي. السؤال الأخير في الاختيار، عند توصيل عدة مقاومات على التوازي في دائرة كهربية فإن شدة التيار الكهربي تزداد ولا تقل ولا تظل ثابتة؟ هنا أنا عندي عدة مقاومات متصلة على التوازي، عايز شدة التيار بتاعهم هل هيحصل له بعد ما يتوصلوا على التوازي؟ هل شدة التيار هتقل ولا شدة التيار هتزيد ولا هتظل ثابتة؟ نبص ايه اللي هيحصل للمقاومة بتاعة الدايرة كلها لما المقاومات دي يتوصلوا على التوازي. الغرض من توصيل المقاومات على التوازي قلنا الحصول على مقاومة صغيرة من مجموعة من المقاومات الكبيرة. يبقى اذا اما اجي اوصل المقاومات دي على التوازي قيمة المقاومة بتاعة الدايرة هتقل. طيب لما قيمة المقاومة الدايرة هتقل، طب شد التيار هيحصل له ايه؟ قلنا في علاقة عكسية ما بين المقاومة وشدة التيار، يبقى اذا لما المقاومة هتقل شدة التيار هتزداد. يبقى اذا خلي بالنا دايما ان في علاقة ما بين المقاومة وشدة التيار هي علاقة عكسية، يعني في المسألة هنا عندنا عشان توصلوا على التوازي فالمقاومة المكافأة هتقل يبقى شدة التيار هيزيد، لكن لو كانت في حالة التوالي
المقاومة هتزيد، يبقى على طول شدة التيار هتقل. لكن هنا في مسألتنا أو في السؤال بتاعنا، هنا التوصيل على التوازي، فالمقاومة المكافأة هتقل فشدة التيار هيزداد. السؤال التاني، قارن بين كل مما يأتي. بيجيلك في السؤال ده حاجتين واقول لك قارن ما بينهم من حيث حاجه معينه، يعني ما بيطلبش المقارنه مفتوحه لكن بيطلب من حيث مطلوب معين. زي رقم واحد، التوصيليه الكهربيه والمقاومه النوعيه من حيث وحده قياس كل منهما. التوصيليه الكهربيه والمقاومه النوعيه من حيث وحده قياس كل منهما. يبقى إذن هو عايز وحدة قياس التوصيلية الكهربية إيه؟ ووحدة قياس المقاومة النوعية إيه؟ طيب إحنا المقاومة النوعية خدناها في أول سؤال في اختار، أما قال لك اختار وقلنا هل هي النيوتن ولا هل هي الفولت ولا هي الأوم في متر؟ قلنا إن المقاومة النوعية إن وحدة القياس بتاعتها أوم في متر. طيب التوصيلية الكهربية إيه وحدة القياس بتاعتها؟ من تعريف التوصيلية الكهربية هي مقلوب المقاومة النوعية. يبقى إذن التوصيلية الكهربية مقلوب المقاومة النوعية. طالما إن هي مقلوب المقاومة النوعية يبقى نفس الوحدة مع تغيير. إيه هو التغيير؟ لو أنا بصيت على المقاومة النوعية هي أوم أس سالب واحد في أوم أس واحد في متر أس واحد، دي المقاومة النوعية. لما أجي أخليها توصيلية كهربية هغير إشارة الأس، يعني بدل ما أقول أوم أس واحد ومتر اس واحد هقول اوم اس سالب واحد في متر اس سالب واحد. يبقى اذا المقاومه النوعيه وحدتها اوم في متر، لكن التوصيليه الكهربيه عشان هي مقلوب المقاومه النوعيه فتبقى الوحده بتاعتها اوم اس سالب واحد في متر اس سالب واحد. السؤال الثاني، الاميتر والفولتميتر من حيث الاستخدام. يبقى اذا هو في السؤال ده عايزك تقول الاميتر بيستخدم في ايه والفولتميتر بيستخدم في ايه. طيب نمسك الاميتر، ها الاميتر بيستخدم في ايه؟ عارفين ان الاميتر بيستخدم في قياس شده التيار. طيب الفولتميتر، الفولتميتر بيستخدم في قياس حاجتين، اول حاجه فرق الجهد بين نقطتين، الحاجه الثانيه القوه الدفع الكهربيه لعمود كهرب. يبقى لما يجي اقول لي قارن بين الاميتر والفولتميتر من حيث الاستخدام اقول له الاميتر بيستخدم في قياس شده التيار لكن الفولتميتر بيستخدم في قياس فرق الجهد بين النقطتين والقوه الدافعه الكهربائيه لعمود كهرباء. طب لو هنا نفس السؤال دوت قال لك قارن بين الاميتر والفولتميتر من حيث التوصيل في الدائره الكهربائيه، لو قال لي السؤال ده من حيث التوصيل في الدائره الكهربائيه هقول له الاميتر بيتوصل على التوالي في الدائره الكهربائيه لكن الفولتميتر بيتوصل على التوازي في الدائره الكهربائيه. السؤال الثالث، عايز اقارن بين توصيل مكثفات على التوازي وتوصيلها على التوالي من حيث العلاقه المستخدمه. قلنا في حاله توصيل المكثفات على التوازي القانون بتاعها سي بتساوي سي واحد زائد سي اتنين زائد سي تلاتة. طب في حالة التوصيل على التوالي ألاقي إن القانون بتاع توصيل المكثفات واحد على سي هيساوي واحد على سي واحد زائد واحد على سي اتنين زائد واحد على سي تلاتة. السؤال اللي بعد كده، عايزك تقارن بين المكثف الكهربي والكشاف الكهربي من حيث وظيفة كل منهما. يبقى عايز اقارن بين المكثف الكهربي والكشاف الكهربي من حيث وظيفة كل منهما. المكثف الكهربي بيستخدم في ايه المكثف الكهربي؟ قلنا المكثف الكهربي بيستخدم في تخزين الشحنات الكهربية لاستخدامها عند الحاجة اليها. يبقى اذا المكثف الكهربي فايدته ان انا بستخدمه في تخزين الشحنات الكهربية لاستخدامها عند الحاجة إليه. طيب ده المكثف. الكشاف قلنا من شوية قلنا ليه استخدامين، إيه هما؟ قلنا أول استخدام التعرف على الحالة الكهربية لجسم، وتاني حاجة التعرف على نوع الشحنة الكهربية الموجودة على الجسم. يبقى المكثف الكهربي بيستخدم في تخزين الشحنات الكهربية لاستخدامها عند الحاجة إليها، لكن الكشاف الكهربي يستخدم في التعرف على الحاله الكهربائيه للجسم والتعرف على نوع الشحنه اللي بيحملها هذا الجسم.
السؤال اللي بعد كده، قارن بين توصيل المقاومات على التوالي وتوصيلها على التوازي من حيث الغرض من التوصيل، مش القانون. القانون احنا خدناه، قلنا في حاله التوصيل على التوالي ار بتساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. في حاله التوصيل على التوازي 1 على ار بتساوي 1 على ار 1 زائد 1 على ار 2 زائد 1 على ار 3. طب من حيث الغرض من التوصيل، ايه الغرض من توصيل المقاومات على التوالي؟ في توصيل المقاومات على التوالي قلنا من القانون بتاعه ار بتساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3، يعني انا هجمع المقاومات اللي عندي. يبقى لو كانت عندي مقاومات صغيره، المقاومه المكافئه للدايره هتبقى كبيره. يبقى اذا الغرض منها الحصول على مقاومه كبيره من مجموعه من المقاومات الصغيره. طب في التوصيل على التوازي، في التوصيل على التوازي العكس، وهو الحصول على مقاومه صغيره من مجموعه من المقاومات الكبيره. ليه؟ لان احنا قلنا في حاله التوصيل على التوازي يكون بتاعها 1 على سي تساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3. يبقى في التوصيل على التوالي مره ثانيه المقاومات قلنا الغرض منها الحصول على مقاومه كبيره من مجموعه من المقاومات الصغيره. طب ليه الكلام ده هيحصل؟ لان المقاومه المكافئه بتساوي مجموع المقاومات اللي داخله في الدايره، اللي هي ار بتساوي ار 1 زائد ار 2 زائد ار 3. في حالة التوصيل على التوازي لا، الحصول على مقاومة صغيرة من مجموعة من المقاومات الكبيرة جت منين؟ برضو من القانون المستخدم اللي هو 1 على R بتساوي 1 على R 1 زائد 1 على R 2 زائد 1 على R 3. السؤال اللي بعد كده، اكتب المصطلح العلمي. بيدي لك مصطلح علمي وانت بتكتب المفهوم. ايه هو اول مصطلح علمي؟ اول مصطلح عندي العدد الكلي لخطوط الفيض التي تمر في مساحة معينة. أول ما الاقي كلمة الكلي لخطوط الفيض أعرف على طول إن ده تعريف الفيض المغناطيسي. يبقى أول تعريف هو تعريف الفيض المغناطيسي. يبقى طيب لو حب يقول لي تعريف كثافة الفيض المغناطيسي، ما الاتنين شبه بعض. لما أجي أقول تعريف كثافة الفيض المغناطيسي هقول هو عدد خطوط الفيض المغناطيسي التي تمر عموديا في وحدة المساحات المحيطة بتلك النقطة. السؤال الثاني، الحيز أو المنطقة المحيطة بالشحنة الكهربائية من جميع الجهات ويظهر فيها تأثير تلك الشحنة. يعني عندي شحنة وحوالين منها ليها أثر. يعني سي هي شحنة موجبة، ألاقي إن أنا لو حطيت لها شحنة موجبة جنبيها يحصل تنافر، شحنة سالبة يحصل تجاذب. المنطقة اللي بيحصل فيها هذا التأثير بتسمى المجال الكهربي لشحن، تسمى المجال الكهربي لشحن. السؤال اللي بعد كده، شدة التيار الكهربي المار في موصل عندما يكون معدل سريان كمية الكهربية خلال مقطع معين من هذا الموصل يساوي 1 كولوم لكل ثانية. تاني، ها نفكر مع بعض، شدة التيار الكهربي المار في موصل عندما يكون معدل سريان كمية الكهربية خلال مقطع معين من هذا الموصل يساوي 1 كولوم في الثانية. طيب هو قال لي في أول التعريف شدة التيار الكهربي، وفي آخر التعريف قال لي 1 كولوم لكل ثانية. 1 كولوم لكل ثانية، احنا اتفقنا ان كولوم لكل ثانية ديت اللي هي الوحدة المكافئة بتاعت الأمبير. يبقى إذا هذا التعريف هو تعريف الأمبير. يبقى تاني لما يقول لي شد التيار الكهربي اللي في موصل عندما يكون معدل سريان كمية الكهربية خلال مقطع معين من الموصل 1 كولوم لكل ثانية، طالما انا لقيت كلمة 1 كولوم لكل ثانية مع شد التيار الكهربي في الأول يبقى ده تعريف الأمبير. التعريف اللي بعد كده، مقلوب المقاومة النوعية المادة قلناها واحنا بنتكلم في المقارنة، قلنا مين هي مقلوب المقاومة النوعية؟ قلنا هي التوصيلية الكهربية للمادة. يبقى مقلوب المقاومة النوعية هي التوصيلية الكهربية للمادة. السؤال الخامس، النقطة التي تنعدم عندها شدة المجال الكهربي. النقطة اللي بتنعدم عندها شدة المجال الكهربي هي نقطة التعادل. وقلنا نقطة التعادل دي بتبقى ما فيهاش مجال كهربي، وطالما ان ما فيش مجال كهربي قلنا في السؤال اللي قبل كده برضو في حالة لما جينا قلنا اختر من بين الاقواس، قلنا ان كثافة الفيض اللي عندها برضو هتبقى بصفر، لان طالما ان شدة المجال عندي بصفر
تبقى كثافه الفيض عند هذه النقطه برضه بتساوي صفر، لان احنا قلنا ان شده التيار الكهربائي او المجال المغناطيسي بينشا عن وجود تيار كهربي. طالما ان مفيش تيار كهربي مفيش كثافه مغناطيسي، ودي بتسمى نقطه التعادل. السؤال اللي بعد كده، عدد خطوط الفيض التي تمر عموديا في وحده المساحات. احنا خدنا من شويه قلنا العدد الكلي لخطوط الفيض المغناطيسي التي تمر في مساحه معينه، قلنا ده الفيض المغناطيسي. لو انا هنا بصيت هلاقي برضه هو عدد خطوط الفيض اللي تمر عموديا في وحده المساحات، بس مفيش كلمه كلي، يبقى العدد الكلي ده معناه الفيض المغناطيسي. ما لقيتش كلمه كلي وقال لك عدد خطوط الفيض، يبقى ده كثافه الفيض المغناطيسي. كثافه الفيض المغناطيسي وحدته هي التسلا، وطلعناها من شويه ان هي بتساوي ويبر لكل متر مربع. السؤال اللي بعد كده، النسبه بين فرق الجهد الكهربي الى شده التيار المر في الموصل. عشان اطلع الاجابه بتاعت السؤال ده هشتغل رموز، افكر رموز. فرق الجهد هو رمزه في، النسبه يعني على، يبقى اذا فرق الجهد اللي هو في على شده التيار اللي هو الاي. طيب انا عندي في على اي بتساوي ايه من قانون اوم ومثلث قانون اوم، كلنا عارفينه ان الفي فوق والاي والار تحت. هنا لما اقسم على الفي على الاي هيبقى معايا مين؟ الار. يبقى اذا في على الاي بتديني على الار، لما اجي احولها الكلام هي النسبه بين فرق الجهد وشده التيار. يبقى اذا اجابه السؤال ده اللي هي النسبه بين فرق الجهد وشده التيار هي المقاومه الكهربائيه، هي المقاومه الكهربائيه. السؤال رقم 8، الشغل المبذول لنقل وحده شحنات الكهربائيه من ما لا نهايه الى تلك النقطه. كلمه شغل مبذول لنقل شحنه او نقل وحده شحنات يبقى ده جهد. طب هل ده فرق الجهد بين نقطتين ولا هل هو حاجه تانية؟ فرق الجهد بين نقطتين انا هقول لنقل وحده شحنات الكهربائيه من نقطه الى نقطه اخرى، او هقول بين النقطتين، لكن هنا قال لي من ما لا نهايه الى هذه النقطه. طالما ان قال لي من ما لا نهايه الى هذه النقطه فدي تسمى الجهد الكهربي عند نقطه، تسمى الجهد الكهربي عند نقطه. رقم 9، النسبه بين الشحنه الكهربائيه التي يحملها الموصل الى جهد هذا الموصل. طيب انا تهت في التعريف، قلنا لما يبقى في حاجه زي كده نسبه وفيها جهد وفيها شحنه ممكن اروح محول لرموز، ومن الرموز ممكن من خلال القانون اقدر اعرف هي مقصود بيها ايه. طيب هو بيقول لك النسبه بين الشحنه التي يحملها الموصل الى جهد هذا الموصل، الشحنه اللي هي رمزها كيو والجهد اللي هو رمزه في، يبقى اذا كانه بيقول لك الكيو على الفي دي بتطلع لي ايه؟ الكيو على الفي دي احنا خدناها في الفصل الاولاني، قلنا الكيو على الفي ديت تسمى السعه الكهربائيه. يبقى اذا اجابة السؤال هي السعة الكهربائية. رقم 10، مقاومة موصل يسمح بمرور تيار شدته 1 امبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت. يبقى اذا هو عايز قالك مقاومة موصل اداك فرق الجهد بواحد فولت، اداك شدة تيار 1 امبير، يبقى اداني اهو فرق الجهد 1 فولت، شدة تيار 1 امبير، وقالك دي المقاومة، يبقى المقاومة هتطلع 1 اوم. يبقى اذا ده تعريف الاوم. يبقى تعريف الاوم هو مقاومة موصل يسمح بمرور تيار شدته 1 امبير عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه 1 فولت. هننتقل لنوعية اخرى من الاسئلة، وهو السؤال الرابع، وضح ماذا يحدث في الحالات الاتية. يعني هيوصف لك حالة ويقول لك ايه اللي هينتج عن الكلام ده. يعني سؤال واضح ماذا يحدث شبيه بما النتائج المترتبه على، طالما انك عرفت ده هتعرف ده. اول سؤال، ماذا يحدث اذا كانت القوه بين شحنتين كهربائيتين هتقل المسافه بينهم الى النص؟ يبقى ايه اللي هيحصل للقوه بين شحنتين كهربائيتين عندما تقل المسافه بينهما الى النصف؟ طيب ابص عشان اعرف، يبقى لازم هو قال لك القوه بين شحنتين كهربائيتين عندما تقل المسافه بينهم، يبقى عايز اجيب العلاقه ما بين القوه والمسافه. طيب القوه ديت انا عندي في قوه في الفصل الاول،
ايه هي كانت القوة ديت؟ اللي هو القانون بتاع اف بتساوي كي كي 1 كي 2 على دي تربيع. يبقى اذا العلاقة ما بين القوة والمسافة هنا علاقة عكسية. بس هنا بيقول ايه؟ ان العلاقة العكسية ديت ما بين القوة ومربع المسافة. يبقى اذا العلاقة عندي ان طالما ان هي عكسية، يبقى لما هتقل المسافة القوة هتزيد. طب هتزيد الضعف؟ احنا قلنا القوة ان المسافة هتقل للنص، يبقى القوة هتزيد للضعف؟ لا. ليه؟ لان احنا قلنا القوة بتتناسب مع مربع المسافة. يبقى اذا القوة في هذه الحالة تزداد 4 اضعاف. يبقى اذا الاجابة عندي قلنا تزداد القوة بينهما 4 اضعاف. طب جه قال لي علل ليه بتزداد القوة بينهما 4 اضعاف؟ اقول له لان القوة تتناسب عكسيا مع مربع المسافة بين الشحنتين. يبقى نخلي بالنا كويس ان هنا القوة بتتناسب مع مربع المسافة بين الشحنتين، يبقى لما تقل المسافة للنصف هتزداد القوة 4 اضعاف. السؤال الثاني فوضح ماذا يحدث. تقريب ساق مشحونة بشحنة سالبة من قرص كشاف كهربي خالي من الشحنات. اتفقنا ان الكشاف الكهربي بيعرف لي ان كان الجسم ده مشحون او غير مشحون. طيب هعرف ازاي من الكشاف الكهربي ان كان الجسم ده مشحون او غير مشحون؟ قلنا من الورقتان الذهبيتان الرقيقتان. طيب انا هجيب جسم مشحون بشحنة سالبة وقربه من قرص الكشاف وهو غير مشحون او خالي من الشحنات. طب يعني ايه خالي من الشحنات؟ خالي من الشحنات يعني الورقتين منطبقتين على بعض. طب الورقتين منطبقتين على بعض وهقرب له جسم مشحون بشحنة سالبة، ايه اللي هيحصل؟ هتنتقل الشحنة السالبة من خلال القرص المعدني والساق المعدني الى الورقتين الذهبيتين. طيب اما تيجي تخش الشحنة السالبة للورقتين الذهبيتين، هل ورقة هتاخد شحنة سالبة وورقة هتاخد شحنة موجبة؟ لا، الاثنين هياخدوا شحنة سالبة لان الشحنة اللي داخلة هي الشحنة السالبة. طالما ان داخلة الشحنة السالبة يبقى الورقتين هياخدوا شحنة سالبة. وعارفين من قانون الجذب والتنافر ان الشحنات المختلفة تتنافر. يبقى اذا هلاقي الورقتين دول هيتنافروا وبعدوا عن بعض، فيحصل انفراج لورقتي الكشاف. طب اكتب ايه؟ هنكتب تنفرج ورقتي الكشاف الكهرباء. يبقى لما اقرب جسم مشحون سواء بقى بشحنه سالبه بشحنه موجبه من قرص كشاف خالي من الشحنات هتنفرج ورقتي الكشاف. السؤال اللي بعد كده فوضح ماذا يحدث. زياده طول موصل الى الضعف مع انقاص مساحه مقطعه الى النصف على المقاومه الكهربائيه. ايه يعني ايه السؤال ده؟ يعني انا ايه اللي هيحصل للمقاومه الكهربائيه؟ ده هو محدد لك اهو، يعني اداك التغييرات اللي هتحصل، هو عايز يعرف تاثير التغييرات دي على مين؟ على المقاومه الكهربائيه. طيب ايه التغييرات اللي هتحصل؟ قال لك زياده طول الموصل الى الضعف، ادي اول تغيير. طب تاني تغيير ان هتنقص مساحه مقطع السلك الى النصف. طب ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل حاجتين مش حاجه واحده. زياده الطول هتاثر في المقاومه، ونقص مساحه المقطع برضه هتاثر في المقاومه. ازاي؟ نبص في الاجابه. اول حاجه هتحصل عند زياده طول الموصل هتزداد قيمه المقاومه عامه 4 اضعاف. طب اشمعنى 4 اضعاف؟ اولا احنا قلنا هيحصل زيادتين. اول زياده نتيجه زياده طول الموصل الى الضعف هتزداد المقاومه للضعف برضه. ليه ده لما يزيد للضعف ده يزيد للضعف؟ لان بينهم تناسب طردي. يبقى الطول هيزود المقاومه للضعف. طب الثاني هلاقي اني لما انقص مساحه مقطع الموصل الى النصف هتزداد المقاومه الى الضعف. ليه؟ لان بينهم تناسب عكسي. يبقى اذا ده زياده الطول هتزود للضعف، نقص مساحه المقطع هتزود للضعف. يبقى اذا هو زاد 4 اضعاف. يبقى زياده الاربع اضعاف جت نتيجه التغييرين اللي حصل، اللي هم زياده طول الموصل الى الضعف وانقاص مساحه مقطع الموصل الى النصف. السؤال رقم 4 وضح ماذا يحدث لو وضعنا ابره مغناطيسيه اسفل سلك يحمل تيار كهربي. انا جبت ابره مغناطيسيه
وإبرة مغناطيسية يعني تتأثر بالمجال المغناطيسي. طيب وحطيتها تحت سلك يمر في تيار كهربي، ايه اللي هيحصل للابره دي؟ اللي هيحصل للابره دي هلاقي الابره دي بتنحرف بتتحرك. ليه بتتحرك؟ ما احنا قلنا مش هتنحرف غير وجود في مجال مغناطيسي. طب جه منين المجال المغناطيسي؟ عرفنا في الفصل الثالث ان مرور تيار كهربي في سلك بيولد حوالين منه مجال مغناطيسي. هذا المجال اللي متولد نتيجة مرور التيار الكهربي في السلك هو اللي بيعمل على انحراف الإبرة المغناطيسية. السؤال اللي بعد كده، وضح ماذا يحدث عند دلك ساق من الزجاج بقطعة من الحرير. دي طريقة التكهرب بالدلك. لما جينا قلنا من خلال أنواع التكهرب او طرق الشحن بالكهربيه، قلنا في حاجه اسمها التكهرب بالدلك، في حاجه اسمها التكهرب باللمس، في حاجه اسمها التكهرب بالتاثير. في التكهرب بالدلك اداني التجربه ديت اللي هي ان هدلك ساق من الزجاج او قضيب من الزجاج بقطعه من الحرير. ايه اللي هيحصل؟ لا يحصل اولا ساق الزجاج وقطعه الحرير قبل الدلك ايه شحنتهم؟ الاثنين متعادلين. انا بعمل عمليه الدلك لان احنا قلنا دي اسمها طرق الشحن بالكهربيه او انواع التكهرب. يبقى اذا الغرض من اللي انا بعمله طريقه الدلك ديت ان انا اشحن الاثنين. طيب الزجاج هيحصل له ايه والحرير هيحصل له ايه؟ ما الاثنين متعادلين. الاقي ان الزجاج بيفقد الكترونات، الزجاج هيفقد الكترونات، ولما يفقد الكترونات يبقى اذا هو هيفقد الكترونات سالبه، يبقى على طول هيصبح موجب الشحن. يبقى اذا هي انتقلت الالكترونات من الزجاج، ولما تنتقل من الزجاج يعني فقد الكترونات سالبه فيصبح موجب الشحن. طيب الالكترونات دي هتروح فين؟ ما احنا قلنا ساق الزجاج بدلكه بقطعه من الحرير، الاقي ان قطعه الحرير هي اللي بتكتسب الالكترونات اللي فقدها ساق الزجاج. اما قطعه الحرير تكتسب الالكترونات اللي فقدها ساق الزجاج هتزداد عدد الالكترونات او الشحنات السالبه اللي موجوده في قطعه الحرير فتصبح سالبه الشحن. يبقى عند دلك ساق من الزجاج بقطعه من الحرير هتنتقل الالكترونات من ساق الزجاج الى قطعه الحرير فتتولد على ساق الزجاج شحنه موجبه وتتولد على قطعه الحرير شحنه سالبه. السؤال اللي بعد كده، ماذا يحدث عند زياده المسافه بين لوحين المكثف؟ انا عندي مكثف كهربي، قلنا من ضمن العوامل بتاعته عوامله ثلاثه، عوامل توقف عليها سعه المكثف او سعه كهرباء المكثف ثلاثه. قلنا المساحه المتقابله من اللوحين، ثابت العزل للوسط، والمسافه الفاصله بين اللوحين. طيب يبقى هنا جاب لي عامل من العوامل اللي هي المسافه بين اللوحين وقال لك وضح ماذا يحدث لو زادت المسافه بين اللوحين، السعه هيحصل لها ايه؟ طب لما تزيد المسافه السعه هيحصل لها ايه؟ ارجع للعلاقه ما بين، هو قال لي مسافه وقال لي سعه، يبقى اذا اجيب العلاقه ما بين المسافه والسعه. العلاقه ما بين المسافه والسعه علاقه عكسيه. طب عرفتها منين؟ ان انا عندي القانون بتاع السعه بيقول ايه؟ سي بتساوي 1 على 4 باي في ميو ايه على دي. يبقى عندي ادي السي وادي الدي بينهم تناسب عكسي من القانون. طيب انا بقول المسافة هتزيد وده بينهم تناسب عكس، يبقى السعة الكهربية تلقائي هتقل. يبقى لما تزيد المسافة بين لوحي المكثف هتقل السعة الكهربية للمكثف اللي عندي، يبقى تقل السعة الكهربية لهذا المكثف. رقم ليه؟ قلنا لان بينهم تناسب عكس. رقم 7، ايه اللي هيحصل للطاقة المختزنة في المكثف عندما تقل سعة المكثف للنصف؟ أنا عندي في طاقة برضو كالعادة. السؤال، في علاقة ما بين الطاقة المختزنة في المكثف وسعة المكثف، ندور على العلاقة. طيب هدور على العلاقة منين؟ يا أنا عارفها يا بجيبها من القانون. طب إيه القانون اللي عندي؟ قانون الطاقة اللي هي الإي. الاي بتساوي نص سي في تربيع. طيب الاي بتساوي نص سي في تربيع، يبقى اذا الفي اللي هي فرق الجهد، السي
اللي هي السعة، يبقى إذن في علاقة موجودة ما بين السعة والطاقة المختزنة. طب دي علاقة إيه؟ علاقة طردية. طيب هو قال لي في المسألة إيه اللي هيحصل للطاقة المختزنة عندما تقل سعة المكثف؟ طب إحنا قلنا علاقة طردية، سعة المكثف هتقل، يبقى كذلك برضو الطاقة المختزنة هتقل لأن بينهم تناسب طردي. يبقى الإجابة عندي تقل الطاقة المختزنة في المكثف للنصف، زي ما السعة قلت للنصف الطاقة المختزنة برضو هتقل للنصف. طب قال لي ليه؟ علل. أقول له ليه؟ لأن بينهما تناسب طردي، لأن الطاقة المختزنة في المكثف بتتناسب طرديا مع سعة المكثف. السؤال اللي بعد كده، عند توصيل عدة مقاومات على التوالي، إيه اللي هيحصل لما أوصل عدة مقاومات على التوالي على قيمة شدة التيار الكهربي المر في الدايرة؟ عندي عدة مقاومات وموصلهم على التوالي، إيه اللي هيحصل لشدة التيار؟ طيب أنا لما أجي أوصل المقاومات على التوالي، إيه القانون اللي عندي؟ القانون اللي عندي R بتساوي R1 زائد R2 زائد R3. يبقى إذن المقاومة المكافئة هتساوي مجموع المقاومات اللي في الدايرة. طيب لما هي هتساوي مجموعهم يبقى المقاومة هتقل ولا هتزيد؟ هتزيد. طيب زي ما قلنا من شوية إن الغرض من التوصيل على التوالي أنا بحصل على مقاومة كبيرة من مجموع المقاومات الصغيرة، يبقى إذن هيبقى عندي المقاومة كبيرة. قلنا طب لما يبقى المقاومة كبيرة شدة التيار هيحصل له إيه؟ قلنا في تناسب عكسي ما بين المقاومة وشدة التيار، يبقى لما المقاومة هتزيد شدة التيار هتقل. يبقى لما اجي اكتب اقول ان تقل قيمة شدة التيار الكهربي المر في الدايرة، علل. اقول له ليه؟ لان عند توصيل عدة مقاومات على كهربية على التوالي نحصل على مقاومة مكافئة كبيرة. طب ادي واحد. طيب ايه اللي هيحصل لما احصل على مقاومه مكافئه كبيره؟ هيأثر على شد التيار؟ قلنا هيأثر على شد التيار واخلي شد التيار يقل. ليه؟ لان المقاومه بتتناسب عكسيا مع شده التيار. السؤال الخامس، وده سؤال خاص بالمسائل اللي احنا خدناها في الترم الاولاني. احنا خدنا مسائل على قانون كولوم اللي هو الاف بتساوي كي كي 1 كي 2 على دي تربيع، خدنا مسائل على شدة المجال اللي هي الاي بتساوي كي في كيو على دي تربيع، خدنا قانون او مسائل على الجهد اللي هو الفي بتساوي كي في كيو على دي او في بتساوي دبليو على كيو، خدنا مسائل على السعة الكهربية لمكثف، قلنا لو عندي سعة مكثف يبقى سي بتساوي 1 على 4 باي في ميو اي على دي. لو انا عندي مكثفات متصلة على التوالي بقول ان السي بتساوي سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3. لو عندي متوصل على التوازي سي بتساوي سي 1 زائد سي 2 زائد سي 3، لو متوصل على التوالي يبقى 1 على سي بتساوي 1 على سي 1 زائد 1 على سي 2 زائد 1 على سي 3. دخلنا بعد كده كان في الفصل الثاني بتاع الكهربية الديناميكية أو التيارية أو المتحركة، وقلنا عندي قوانين ليها زي قانون أوم اللي هو بتساوي الفي بتساوي الأي في الأر بالمثلث بتاعه، خدنا قانون المقاومة اللي هو الار بتساوي رو في ال على ايه، خدنا قانون للرو اللي هي المقاومه النوعيه. خلي بالنا ان الار دي المقاومه الكهربائيه ليها قانون اللي هو الار بتساوي رو في ال على ايه، خدنا قانون للمقاومه النوعيه اللي هي الرو بتساوي ار في ايه على ال، خدنا قانون للتوصيليه الكهربائيه اللي هي السيجما، كان ليه قانونين اللي هي واحد على رو او ال على ار في ايه، خدنا توصيل المقاومات وقلنا توصيل المقاومات ممكن يكون على التوالي وممكن يكون على التوازي. في حالة توصيل المقاومات على التوالي قلنا R بتساوي R1 زائد R2 زائد R3، في حالة التوصيل على التوازي 1 على R بتساوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3. دخلنا بعد كده في التأثير المغناطيسي للتيار الكهربي، خدنا منه جزء بسيط اللي هو المجال المغناطيسي لتيار كهربي يمر في سلك مستقيم، كان القانون بتاعه ان البيتا بتساوي ميو على 2 باي في اي على دي. دي كانت القوانين اللي موجودة في الترم الاولاني اللي بنبدأ نحل عليها مسائل. اول مسألة عندي بتقول ايه؟ سلك مستقيم يمر بيه تيار شدته 20 امبير، وكانت كثافة
الفيض المغناطيسي عند نقطة بجوار السلك هي 2 في 10 أس سالب 5 تي. تي اللي هي الإيه؟ اللي هي التسلا. احسب بعد النقطة عن هذا السلك علما بأن الميو 4 باي في 10 أس سالب 7 وبر على أمبير في متر. هو هنا مديني سلك يمر بيه تيار شدته 20 أمبير. طيب في المسألة زي ما اتفقنا من قبل كده ان انا لازم احول الكلام اللي موجود لرموز، ابقى انا عارف كل رقم رمزه ايه. تيار شدته 20 امبير، شد تيار اللي هي رمزها اي، يبقى الاي 20. وكانت كثافة الفيض يعني مديني البيتا 2 في 10 اس سالب 5 تسلا. احسب بعد النقطة عن السلك اللي هي الدي، يبقى هو عايز الدي. ومديني النفاذية المغناطيسية 4 باي في 10 أس سالب 7 وبر على أمبير في متر. طب حلها إيه؟ أولا هكتب القانون بتاع كثافة الفيض اللي عندي. بيقولوا إيه قانون؟ بيتا بتساوي ميو أي على 2 باي دي. طيب أنا عايز الدي، هعمل طرفين في وسطين. لما اجي اعمل طرفين في وسطين يعني الاتنين باي دي هضربها في البيتا هتساوي الميو في الاي. طب من هنا انا عايز الدي، هودي الاتنين باي بيتا الطرف التاني عشان تبقى الدي بتساوي ميو اي على 2 باي بيتا. انا عندي الميو مدالي في المسألة 4 باي في 10 سالب 7، مديني الاي 20، الاتنين ثابت، الباي ثابت معروف اللي هو 22 على 7 او 3 و14 من 100، البيتا اللي هي الاتنين في 10 اس سالب 5. هبتدي اعوض عشان 10 سنتيمتر مربع واقف عندها. ليه اقف عندها؟ انا في شد تيار بالامبير خلاص مفيش اي تحويل، فرق الجهد بالفولت برضه مفيش اي تحويل، طول السلك بالمتر مفيش اي تحويل لانها كلها وحدات دولية تبع النظام العالمي فمفيش اي تغيير. لكن عندي مساحة المقطع ادهالي بالسنتيمتر مربع، وانا ما بشتغلش المساحة بالسنتيمتر مربع فلازم احولها المتر مربع. طب عشان احولها المتر مربع بعمل ايه؟ باخد الرقم اللي هو 2 من 10 ده واضربه في 10 اس سالب 4. يبقى عشان احول مساحة المقطع من سنتيمتر مربع لمتر مربع بضرب في 10 اس سالب 4. ده كانت الاساسيات اللي انا لازم ابقى عارفها عشان احل بيها المسألة. طيب عشان احل المسألة هحلها ازاي؟ القانون بتاعي R بتساوي V على I. طيب انا ليه بجيب ال R؟ لان قانون عشان اجيب السيجما او التوصيلية الكهربية لازم الاول اجيب ال R. طيب ال R عندي هتساوي ال V اللي هي 30 على الخمسة، هتطلع لي عندي 6 اوم. كده جبت ال R، عايز اجيب السيجما. سيجما بتساوي ال على ار اي، واحنا عارفين الكلام ده من شويه. يبقى اذا السيجما بتساوي ال اللي هي 6 على الار اللي هي 6 في الاي اللي هي 2 من 10 في 10 اس سالب 4. اما احسب الحسبه دي هيطلع لي ان السيجما عندي 5 في 10 اس 4 اوم. يبقى كده انا جبت السيجما بتاعتي وحدتها اوم أس سالب 1 في متر أس سالب 1، ودي كانت بتساوي 5 في 10 أس 4. يبقى إذا في المسألة الأخيرة عشان أجيب السيجما، أنا السيجما عندي ليها قانونين، اللي هي السيجما اللي هي التوصيلية الكهربية، عندي ليها قانونين، يا واحد على رو وأنا ما عنديش رو. طيب أشوف القانون الثاني ال على ار اي. طيب أنا موجودة عندي ال ال وموجودة عندي الاي لكن ما عنديش الار. طب ما انا الار ممكن اجيبها من فرق الجهد وشده التيار. ازاي؟ من قانون اوم اللي هو المثلث بتاع قانون اوم اللي هو الفي والاي والار. هو مديني الفي ومديني الاي، اقدر اجيب الار اللي هي الفي على الاي. جبت الار ب 6 اوم وخدتها وعوضت بيها في قانون السيجما اللي هو التوصيليه الكهربائيه اللي هو ال ال على ار في ايه، فكانت 6 على 6 في 2 من 10 في 10 اس سالب 4، طلع معايا الناتج 5 في 10 اس 4 ام سالب 1 في متر اس سالب 1. بكده نكون انتهينا من حلقه المراجعه النهارده. اتمنى يكون
استفدت منها إن شاء الله، وعلى وعد بحلقة قادمة إن شاء الله بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.